مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا فلتر. احنا كنوجدوا واحد الملف خاص، عدد خاص اللي كيتحدث على 25 سنه من اعتلاء صاحب الجلاله الملك محمد السادس مقاليد الحكم. اليوم استقبلنا سمير شوقي، هو الرئيس المؤسس لمركز اوميغا للابحاث الاقتصاديه والجيوسياسيه، والمناسبه هي اصدار كتاب محمد السادس ربع قرن من التنميه. هذا الكتاب تناولته فيه السي سمير الإنجازات والتحديات الرئيسية اللي واجهها المغرب في عهد الملك محمد السادس منذ تنصيبه على العرش سنة 1999. هذا الكتاب قدمته فيه نظرة تحليل متعمق لتحول المملكة على عدة جبهات اجتماعية اقتصادية وجيوسياسية. مرحبا بك سي سمير. أهلا وسهلا وشكرا لهذه الدعوة الكريمة من طرف لوديجي. مرحبا بك. اذا سي سمير، كيفاش جاتك الفكره باش تصدر هذا الكتاب؟ الفكره جات قبل سنه بحكم المزاوله ديالي سنوات في العمل الصحفي. انا نعرف دائما بالنسبه للمنابر الاعلاميه ذكرى عيد العرش كتكون واحد المناسبه لتناول سنه ديال ما انجز وما هي تحديات سنه. ولكن احنا اليوم ازاء الذكرى 25 اللي عندها واحد الرمزيه، لان الذكرى الفضيه، وبالتالي هذه السنه جاتني فكره انه لابد من اصدار اللي رجعوا فيه في 25 سنه ما تم انجازه، وشنو هي التحديات والصعوبات اللي كانت، وشنو اللي تم وكيفاش تم التغلب عليها، وشنو هي التحديات اللي مازال كنشتغلوا عليها. فبشكل طبيعي كان ان ناخذ الوقت ديالي وكذلك يلتحق بي في هذه المبادرة بعض الباحثين والمفكرين، وهذا الشيء كله درناه في إطار مركز أوميغا للأبحاث والدراسات الاقتصادية والجيوسياسية. الكتاب هو هذا ان كار دو سياكل دو ديفلوبمون دونك سو لو رين دو سا ماجيستي محمد السادس. قلتي دابا كان معك ناس في الثقافة في الاقتصاد، تقدر تعطينا فكرة على شكون يشتغل معك في هذا؟ أولا نحن في مركز أوميغا. مركز أوميغا على فكرة أنا نشأته هذه سنة، هو مركز تطوعي الهدف دياله المساهمة في إغناء النقاش العام، النقاش في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية بصفة خاصة، وممكن تطرقوا لبعض الأمور الاجتماعية. يعني أصلا أنت إيكونوميست دو سبيسياليتي. تماما، والهدف كنا باش تكون عندنا واحد المساهمة بسيطة في إغناء النقاش العمومي من خلال أننا نخلقوا واحد المحتوى، وهذا المحتوى نوزعه على الجامعات باش يستافدوا منه الطلبة والباحثين، ونوزعه على وسائل الإعلام اللي هي كنعرفوا أنها كتكون هي الرابط ما بين القارئ والرأي العام وهذه المؤسسات الإعلامية. وحنا كنشتغلوا بشكل تطوعي، ولأن المركز هذا مركز التفكير هو مركز غير ربحي، كان لي الشرف أنني نأسسه والتحقوا بي باحثين دكاترة في الاقتصاد، أساتذة جامعيين، ومنهم تم اختيار واحد الخلية عمل اللي اشتغلت على هذا، واللي الأسماء ديالهم كاينة في الكتاب، فيهم أساتذة جامعيين وأساتذة باحثين في سلك الدكتوراه، واللي بالمناسبة نشكرهم كاملين لأنهم خداو من الوقت ديالهم واحد 3 أشهر ديال العمل. والكتاب للتذكير هو يوزع بطريقة مجانية، كاين الفورما ديجيتاليزي اي اوسي ككتاب هكا، وصراحه سهل عليا الخدمه بزاف صراحه، لان بحال عطيتي اللب، جيتي من الاخر وقلتيها شو وقع اقتصاديا اجتماعيا وجيوسياسيا، ولكنك تفاديت الحديث عن الشق السياسي، هذا سنرجع له بعد في اطار ديال النقاش ديالنا. سي سمير، تحدثتم في الكتاب ديالكم على مفاهيم الدوله الاجتماعيه، شنو اهم محطات اللي كتميز هذه الدوله الاجتماعيه؟ ركزنا على 4 ديال المحاور بالنسبه للدوله الاجتماعيه، اللي هي مدونه الاسره، لان اللي خلقات واحد الحركيه وتحولات في المجتمع المغربي بشكل ايجابي. كانت اولا تنذكروا الصيغه الاولى لمدونه الاسره، واللي كانت في حينها ثوره اجتماعيه.
كان كذلك هيئة الإنصاف والمصالحة، وتنعرفوا هذه بالنسبة للدول النامية هي كذلك ثورة فكرية اللي جا بها المغرب وكانت رائدة في مجاله الجغرافي، وتحدثنا على التجربة الجميلة اللي هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأنها حتى الأمم المتحدة تعتبر نموذج بالنسبة لإفريقيا، لأن الحاجيات الاجتماعية والبشرية كبيرة، وبالتالي كان خص واحد الإطار اللي يمكن أنه يرصد الحاجيات ويلبي على حسب المقدرة ديال المغرب كذلك، ولكن كان فيه مجهود كبير، المغرب بدل فيه مجهود كبير. هذه بصفة عامة هذا الشق الاجتماعي، ولكن ما يمكنش ندويو على الدولة الاجتماعية مثلا دون الحديث على الشق الصحة. وحنا تناولنا الصحة من خلال المراحل اللي مر منها هذا الملف في المغرب، كيفية بلورة الرميد وكيفاش جا وكيفاش استفدوا منه المغاربة، وتحدثنا عن الانتقال من مسألة الرميد إلى تعميم التغطية الصحية اللي هي عمود التغطية الصحية الإجبارية، واللي هي بصدد اليوم أنها تتنتشر وتتعمم بشكل كبير. بطبيعة الحال هاد الآليات هذه ما تجيش بسهولة، تخصها تدرج. اليوم هي تتعيش بعض الصعوبات، ولكن أنا أعتقد أنه في بخلال تدرج واكتساب تجربة في السنوات القادمة غدا توصل للذروة وتكون ناجعة. في نظرك هذا الإحصاء اللي دخل عليه المغرب واش غادي يسهل هاد باش أن يكون تغطية اجتماعية شاملة أكثر شمولية بالنسبة لك؟ والإحصاء دائما إيجابي، لأنه كيعطيك فكرة عن تركيبة البشرية للمجتمع، ومن خلال التركيبة البشرية يمكن لك تعرف وتستهدف الطبقات الهشة والطبقات المتوسطة، لأنه اليوم انطلاقا من آخر إحصاء الدار نفتقد مثلا لكيفية تحديد الطبقة الوسطى في المغرب. من ينتمي للطبقة الوسطى في المغرب؟ وكنعرفوا بأن في أي مجتمع الطبقة الوسطى هي القاعدة الأساسية اللي كتحمل ثقل المجتمعي، وبالتالي فهاد العملية الإحصاء ما يمكن يكون إلا إيجابية باش نعاودوا تحديد الأولويات والاستهداف. وخاص يتعاونوا المغاربة شوية، لأن احنا كنعرفوا بعض الناس ما كيبغوش يعطيو يعني الإجابات الصريحة، فإذا كانت الإجابات الصريحة وما يتخوفوش من الصراحة غادي تعاون أن تكون لا ترونسبارونس. أنا أعتقد بصراحة أن تجاوزنا شوية هذا المنطق هذا، لأن مع انتشار الرقمنة والإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي راه غزات حتى البادية، راه البادية اليوم ولا فيها الهاتف شيء عادي جدا، الشباب كيستعملوا التواصل الاجتماعي وتيتحدثوا مع الوالدين ديالهم في هذا الشيء. وأعتقد أن كاين واحد النوع من الوعي اليوم أكثر من ما سبق، وما كان أعتقد أن غتكون شي صعوبات في هذا الشأن. ما هذا لا يعني أنه ما تكونش حملات تحسيسية باش يكون الخيرات التام. أكيد هدرتي كذلك في الكتاب على الشق الاقتصادي واللي لخصتيه في التحول الطاقي، ونخليك أنت تزيد تفصل لنا وعلى أي أساس يعني أعطيتي الأولويات، حيث هدرتي على بحال كريشندو، بديتي بالتحول الطاقي ثم البنى التحتية وما إلى ذلك، إلى ممكن تعطي اللوجيك اللي مشيتي فيها في هاد الشق. الزملاء اللي معنا في المركز أوميغا واللي تكلفوا في الشق الاقتصادي كانت عندهم مقاربة أكاديمية في هاد الشق الاقتصادي، واللي كان فيها أساسي أنه نمشيو الأهم الأوراش اللي تم الاشتغال عليها خلال هاد 25 سنة واللي تحقيق فيها واحد القفزة نوعية. وبالتالي كان ضروري أننا نتحدثوا مثلا عن البنى التحتية، لأن البنى التحتية هي اللي كتمكنك من جميع الأوراش. إذا ما كانش عندك بنى تحتية وخا يجيو عندك المستثمرين ما يمكنش لهم يشتغلوا. فكان واحد نقلة نوعية كبيرة في البنى التحتية، وأنا دائما أستحضر واحد الرقم، مثلا عند بدء الحكم ديال الملك محمد السادس كان عندنا في الطرق السيارة
83 كانت عندنا واحد 83 كيلومتر ديال الطرق السياره. اليوم كنتجاوزوا 2000 كيلومتر ومازال اوراش اخرى جديده باش غادي تزيد هذا الرقم يكبر. هذا راه رقم ضخم. بالاضافه مثلا الا خدينا البنى التحتيه المينائيه فمثلا ميناء طنجة المتوسطي اللي صبح اليوم وفي هذا الهامش الزمني اللي احنا تنتحدثوا عليه هو اصبح ما بين اكبر 20 ميناء في العالم. ويكفي ان نقولوا انه اكبر ميناء في حوض البحر المتوسط، مع العلم ان في البحر المتوسط كاين دول اوروبيه عظمى. بالتالي فهذا كيعطيك واحد المؤشر كبير من خلال هذه السياسه وهذا التوجه تجاه البنى التحتيه اللي عطات واحد المتنفس كبير للمغرب. وكيف ما قلتي فهذه واحد تسلسل البنى التحتيه فتحات افاق للاستثمار. مثلا اللي تنشوفوا اللي سهل وضع آلية مخطط تسريع الصناعي ويجعله ناجح هو هذه البنى التحتية هي اللي مكنتنا أن تكون عندنا صناعة السيارات وصناعة رائدين في المنطقة وصناعة الطائرات. وبالتالي هاد الناس اللي جاوا باش يستثمروا ما جاوش اعتباطا، جاوا لأن توفرت لهم جميع الظروف. أولا توفرت لهم البنى التحتية وتوفر لهم الرصيد البشري اللي مهم، لأنه واخا يبغي يجي يستثمر عندك ويشغل واحد 3000 ولا 4000 تيخصهم يكونوا مكونين. المغرب كان عنده واحد رؤية استباقية أنه قبل ما يمشي مثلا في إطار مخطط تسريع الصناعي، قبل ما يمشي المباشرة صناعة السيارات، وجد الآليات، وجد مثلا تنمشي لمنطقات مديونة تلقى عدد كبير من فضاءات التكوين المختص في صناعة فضاء الطائرات. نعم. لأن تما كاين المركز. دونك كان استباق. منين جاوا المستثمرين لقاو بأن المغرب يتوفر على مهندسين، يتوفر على تقنيين، وبالتالي سهل عليهم أنهم يبداو الاستغلال. هذا كان جد مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني. بالإضافة للطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة اللي الطاقة المتجددة عملنا لها احنا واحد جزء من الكتاب متخصص بالطاقات المتجددة واللي تناول فيها خبير في الميدان واللي معنا عضو في المركز ودخل وتناولها بشكل تقني وبشكل مفصل وتحدث على الأهداف والتحديات وشنو يمكن لها تعطينا في المستقبل. باش نلخص انه الهدف الاسمى اللي كان موضوع هو ان المغرب سنه 2030 يتمكن من خلال الطاقه المتجدده انه ينتج 52% من حاجياته الطاقيه. وهذا هو في الاطار 52% من الحاجيات الطاقيه، وهذا رقم كبير ومهم. والمغرب غادي فيه بخطى حتيته. مثلا نعطيك واحد النماذج اللي تتشتغل في هذا الشيء. الا خدينا مثلا المكتب الشريف للفوسفات اللي هو من اكبر المستهلكين للطاقه وللماء، لان ملي تاخذ الفوسفات الخام وتتبغي تصفيه وتبيعوا يعني بجوده مرتفعه تيدوز باليه التخسيب اللي تتسلك الاف ديال الاطنان ديال الماء. ولا بغيتي تصنع الاسمده تيخصك ضروري من الكهرباء باش كتخلق هذا الماده. هو مستهلك كبير في هذا الشيء، ولكن مشى في اطار الطاقه المتجدده بواحد الوتيره سريعه حتى انه في سنه 2027 اللي هي قريبه غيولي تيستهلك 100% من حاجياته المائية والطاقية من طاقات متجددة. من الطاقات المتجددة. هذه ثورة صناعية. مثلاً في الجرف الأصفر عنده مصنع كبير لتحلية ماء البحر هو اللي تستعمله، ما تستعملش الماء الشرب. وكذلك عنده مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال طاقات متجددة. إذن هذا نموذج كنا نشتغلوا عليه، وكاين نماذج أخرى اللي كتبين بأن المغرب مشى في هذا الاتجاه ديال الطاقات المتجددة بواحد الخطوات حثيثة. كاين في إطار كذلك الشأن الاقتصادي كاين المخططات القطاعية. مثلا اللي تحدثنا على الصناعة كاين مخطط التسريع الصناعي، في الفلاحة كان المخطط الأخضر، ومثلا الجيل الازرق ولا المخطط الازرق اللي كاين بالنسبه للمنتوجات البحريه. هذه المخططات حققت واحد مثلا في الصناعه
كان الهدف أننا نوصل السيارات، لأن اليوم يحق لنا أن نقول بأنها صناعة سيارات مغربية. مغربية. لأن منين بدأ مثلا في 2014 هذه 10 سنين من تم الإعلان الكبير عن المخطط السريع الصناعي، تم وضع هدف 2021 نوصلوا لواحد نسبة اندماج للطو دانتيغراسيون اللي تكون هي 65%، بمعنى مني كتاخد سيارة 65% من الأجزاء السيارة مصنوعة في المغرب. اليوم الحمد لله تجاوزنا هذا الرقم، تجاوزنا هذا الرقم ومازال غادي نمشيو في أكثر من 70%، بمعنى السيارة ولات سيارة مغربية. بالنسبة للمخطط بحال مثلا المخطط الأخضر اللي هو في الفلاحة، تحققت فيه واحد العدد كبير من الإنجازات ما يمكنش أننا نذكرها، ولكن واجه واحد العدد لا يستهان به من الإكراهات وصعوبات، وهذا الشيء اللي جعل الملك محمد السادس أنه يعيد النظر في هذا المخطط، وتم إطلاق ما يصطلح عليه بالجيل الأخضر. تقول هذا هو الجيل الثاني من المخطط الأخضر اللي الهدف فيه أنه يتم التغلب على صعوبات الجزء الأول. حيث في الكتاب سي سمير أنتم تناولتم فقط بحل السرد والتقييم وأرقام، مليء بالأرقام بحال فاش كتهضروا على التطور الاقتصادي، فمن 47 مليار سنة 1999 لأكثر من 140 مليار ديال الدولار، هذا نتيجة داخل الناتج الوطني الخام في 2023. ولكن فاش كنهضروا على المخطط الأخضر مثلا، فأعطيته سرد، ولكن واش أنا في الكتاب ما عرفتش إلا هملت هذا الكوتي هذا ديال حلول أو اقتراحات أو لا. الهدف ما ماشي الهدف من هذا المؤلف ماشي نعطيه الحلول والاقتراحات، لا، لأن هذا فيه واحد رجوع وهو سرد، هو حصيلة ل 25 سنة من حكم الملك محمد السادس. يعني في هذه 25 سنة ما تم إنجازه. ممكن في بعض اللحظات تنقولوا مثلا بالنسبة لقطاع ما راه ممكن تكون مازال بعض الإكراهات ولا تحديات مستقبلية باش الإصلاح ديال هذاك القطاع يمشي بواحد الوتيرة أسرع، ولكن ماشي الهدف هو نعطيه توصيات ولا نعطيه حلول. الهدف هو أولا أن نوضعه القارئ في الصورة ما تم إنجازه في خلال هذه الفترة ديال 25 سنة. غادي نفتح قوس ونكملوا الحديث على المجالات هذه اللي حقق فيها المغرب الكثير من التقدم. فواش ما كتعطيكش هاد الفكره ديال الكتاب؟ انت عندك تبارك الله خبراء كل واحد في المجال ديالو، وهي واحد يعني نقولوا بحال اللجنه اللي هي عندها بزاف ديال لو بوتونسييل. واش ما تجيكش فكره ولا ما جاتكش فكره ان تخصص شي كتيب ولو صغير يكون فيه مقترحات، ربما حلول، ربما لان هذيك الادويه خصنا نستافدوا منها؟ لا، احنا تنشتغلوا على في المركز، يمكن في المركز تنشتغلوا على المواضيع. عندنا مواضيع اشتغلنا عليها، وفي الكتاب اللي كتشوف في الغلاف الاخر ديالو كاين الاصدارات ديال المركز، ما تم اصداره في سنه 2024 راه كاينه واحد اربعه ولا خمسه الاصدارات. رغم ان المركز حديث الولاده هو في 23 وفي 24 درنا واحد اربعه ولا خمسه ديال الاصدارات اللي تحدثنا فيها على بعض المواضيع كتبان لنا انها مهمه. تحدثنا مثلا واللي فيها تنوضعوا القارئ في صوره الوضع الحالي، وكنعطيو توصيات وتنعطيو مقترحات. مثلا ازمه الماء اللي هي راهنيه جدا، فخرجنا عليها واحد الكتيب وتنقولوا كاينه سته الحلول بالنسبه لازمه الماء، وتطرقنا لها وتطرقنا كذلك. عندنا المعلومه بان في وزاره الداخليه يتم بلوره واحد العدد من الحلول، تطرقنا لبعضها. تعطينا النافونغو؟ لا، النافونغو معروف. اولا كاين ونعترفوا بان المغرب تاخر شويه بالنسبه مثلا سياسة ديال تحليه الماء. حنا عندنا جوج ديال البحور، والمغرب بطبيعه طقسه ومناخه فهو جاف، فبالتالي ما كانش علينا ننتظروا حتى سنه 2021 22 باش نبداو نفكروا في هذا الحل ديال تحليه المياه. وان كان المغاربه تيقولوا ديما اللهم تجي متاخر حسن مما تجيش. اليوم كان
واحد 9 مصانع فهي موجودة والهدف أن نوصل 21 مصنع. فهذا حل وحل ناجح جدا. طبيعة الحال كاين الحل الآخر أنه نمشيو في إطار مثل السياسة الفلاحة في إطار الجيل الأخضر تجاه زراعات غير مستهلكة للفرشة المائية، لأن اقتصاديا ممكن نعرف مثلا من احنا تنعرفوا في المركز ان الهاجس ديال البلد هو الصادرات لاستخلاص اكبر عدد ولا حجم من 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 العمله الصعبه. ولكن خصنا نشوفوا عاوتاني خصنا نشوفوا الخطوره ديال المساله الا مشينا فيها غير هكذا بطريقه وبعينينا مغمضين، لان مثلا ما يمكنش انتاج لافوكا تنعرف تيستهلك واحد الكميه كبيره ديال المياه، حتى ان بعض الدول ما بقاتش كتبغي تنتجو كتقول لك انا نصدرو احسن ليا نستوردو احسن ليا. وكنعرفهم وكاينين حتى في الجوار وكاينين اللي بعاد وجاو يبحثوا انهم يزرعوه في المغرب ويصدروه هما، ولكن احنا ما نسلكناش. اذا هذا عطيتك بعض النماذج وبعض الحلول اللي خصنا نمشيو فيها. ودرنا إصدار آخر مثلا على السياسة، هذا عنده بعد جيوسياسي، على الرؤية الملكية تجاه الانفتاح المغرب حول محيطه المتوسط الأطلسي بالنسبة للدول الإفريقية. تودرنا عليه واحد الكتيب وساهموا معنا وزراء سابقين اللي هم أعضاء في المركز كذلك، وكنشكرهم بالمناسبة. كذلك عملنا واحد الكتيب بخصوص تصنيف المغرب في مؤشر التنمية البشرية وعلاش المغرب متأخر وشنو يمكن له يدير باش يحسن التصنيف دياله. دونك كاين واحد فاش كتحدث على التنمية البشرية ماذا تقصد بها بالضبط؟ التنمية البشرية حيت هذا المؤشر اللي فيه التصنيف دابا المغرب 120 وتحدد من حيث مستوى التعليم مستوى الصحة ومستوى التشغيل. دونك عنده بعض المعايير ملي تيدخلهم وتيخلطهم كاملين في واحد الخلاط تيخرج له اشنو كتسوى. وعنده علاقة مباشرة مع لو كومبورتمون سيفيك؟ لا ما عندوش علاقة بهذا التصرف هذا المدني اللي قلتي، لأن هذه مؤشرات علمية ودقيقة وغالبا تياخذوها من معطيات رسمية ديال البلد. أرقام ومعطيات المغرب في الرتبة 120 والحكومة ما عمرها ما ندت بهذا التصنيف ولا قالت لك لا راه حنا نستاهلوا أحسن ولا هذا، لأنه كيعتمد على أرقام. فاشتغلنا عليه كذلك باش على اساس اننا نحسنوا هذا التصنيف. وكاينه اصدارات اخرى بان المركز راه تيشتغل على هاد الاشكاليات اللي ممكن تكون عندها علاقه بالاقتصاد الوطني ولا العلاقات الدوليه المغربيه وكيفاش انها نحسنوها ولا كنعطيو توصيات وحلول. وهذا هو الهدف ديال المركز. ممتاز. فخليناها قبيله كنا في الشق الاقتصادي وهضرنا على من 80 كيلومتر 1999 الى 1800 كيلومتر في 2023 وفي الطريق الى 3000 كيلومتر بحلول 2030 اللي غادي تصادف كأس العالم. وهذا تحول كبير جدا، يعني من 80 حتى 3000. انت كاقتصادي شحال مضروبه في شحال تضربات شي اكثر من 30 مره 30 مره اكثر من 30 مره. وهضرنا على هضرتي على الخطوط على البنى التحتيه، هضرتي على المطارات الموانئ، وهضرتي كذلك على القطارات فائقه السرعه. ونخليك تكمل الحديث ديالك. هذا في اطار البنى التحتيه، لان وسائل النقل مهم بشكل مهم، كاين طرق السياره وكاين الموانئ وكاين، ولكن كاين مثلا الشبكه الطرقيه. الشبكه الطرقيه اللي تحدثنا عليها كاينه من غير شبكه طرق السياره، كاين الشبكه الوطنيه اللي تعززت بشكل كبير ما نغفلوهاش، ولكن كاين السكك الحديديه. السكك الحديديه المغرب يعتبر البلد الوحيد في افريقيا اللي عنده القطار فائق السرعه. البلد الوحيد في افريقيا كنسميوه احنا ال جي في، واللي كان كلف حوالي واحد تقريبا 3 مليار ديال الدولار، وهي ماشي رقم سهل، رقم كبير بالنسبه للبلد كالمغرب. وبالتالي كانت واحد التضحيات كبيره باش نوصلوا لهذا المستوى هذا، واليوم
كاين المشروع ان هذا القطار فائق السرعه غندوزو الشطر الثاني والشطر الثالث، الشطر الثاني وصل لمراكش، الشطر الثالث وصل لاكادير، غادي تكون ثوره اخرى كذلك. ما نساوش ان كذلك بالنسبه لوسائل النقل هناك الخطوط الملكيه المغربيه اللي عرفت في 25 سنه واحد ثوره كبيره. ما نساوش انها اليوم عندها واحد 35 مطار افريقي اللي كتمشي لهم الطائرات ديال الخطوط الملكيه المغربيه. 35 مطار افريقي، ومطار محمد الخامس يعتبر مركز العديد من الدول ونافذتها حول العالم. فعدد كبير من الدول الافريقيه ما كتمشيش للخارج بحكم الامكانات ديالها، كتجي فقط المطار محمد الخامس، وطائرات ديال الخطوط الملكيه المغربيه تتاخذ المسافرين ديال هاد الدول وكتوزعهم على جميع انحاء العالم، لان الخطوط الملكيه المغربيه شركه رائده في افريقيا فرضات نفسها في هاد الفتره هذه. وفي اطار كاس العالم وتحضير كاس العالم 2030 فغادا تعرف واحد النقله نوعيه، لان الا كان عندها اليوم مثلا في الاسطول ديالها 55 طائره، فمن هنا لسنة 2030 غادي توصل ل 200 طائرة، فتقريبا غادي تضرب في ربعات ومرات، وهذا رقم كبير وكبير جدا مع ما يعني ذلك من مجهود استثماري ضخم للدولة المغربية. تعطيك هذا رؤية حول ما يتم التحضير له في الأفق القريب اللي هو في الخمس سنوات المقبلة. نمشيو نهضروا على الشق الجيوسياسي. بالنسبة لك المغرب خدا واحد لا استراتيجي أنه نوع الشركاء الدوليين، في نظرك شنو هي المزايا الاقتصادية والسياسية، وخا انت كتفادى تهضر على التسكية بوليتيك، لتنويع الشركاء الدوليين بالنسبة للمغرب؟ وحنا عارفين بأن فاش كنهضروا على سياسة خارجية للدولة فضروري غادي نهضروا على علاقات كوسوسوا بيلاترال أو نوع آخر مع الناس اللي معنا في المحيط الإقليمي أو الجهوي أو الدولي. بالنسبة لك المزايا لتنويع الشركاء سياسيين؟ لا، المغرب أولا سنة 1999 كان عنده ارتباط كبير بالاتحاد الأوروبي. في 99 كان تقريبا 71% من المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا. فرنسا إسبانيا تجي من بعد. فتمت النقلة النوعية، والإشارة كانت هي نمشيه في إطار تنويع بتدرج، لأن المبادلات التجارية كتحترم واحد السيرورة تاريخية ما تيمكنش تجيو تغيرها ما بين عشية وضحاها. فهاد التدرج عطى الثمار ديالو بعد 10 سنوات. حيت كاين حتى الإكراهات، حيت احنا عارفين الإكراهات الدولة ملي كتبغي تحيد لها واحد شوية ديال الاستثمارات اللي عندها وتدير التوازن، فهذا خصو بزاف ديال الحنكة، بزاف ديال طول البال والحنكة، وانك ما لان احنا عارفين كيفاش داكشي كيتعقد اكثر، هو في حساسيه. نعم. وبالتالي داكشي علاش كان خصو يشتغل على المدى البعيد، وهادشي علاش قلت لك انه هاد السياسه ما بدات تعطي الاكل ديالها الا بعد سنه 2010، يعني خدات 10 سنوات باش تاخذ باش تبدا تبان الثمار ديالها. وديال السياسه ديال القوه الناعمه ديال المغرب، صحيح، وفيها طول النفس. وهذا عرفتي علاش، شنو السبب ديالو؟ شنو السبب ديالو؟ ان وديك كان قال المرحوم الحسن الثاني ان الزمن السياسي في المغرب ما تيمشيش بولايه انتخابيه، لان في الدول الاخرى الا كان رئيس الدوله ينتخب لي 4 أو 5 سنوات فهو كيبني الاوراش ديالو على 4 أو 5 سنوات اللي غتكون في الولايه ديالو باش تحتسب له. اما حنا عندنا مملكه اللي هي فيها 12 قرن وهاد الاسره اللي تتحكمون اليوم هي عندها 4 قرون، وبالتالي ما كاينش هاد الهاجس ديال الاستمراريه، لان الاستمراريه راه كاينه، وبالتالي يتم الاشتغال باريحيه على المدى البعيد. وهذا الشيء علاش خدات واحد 10 سنين هاد آلية التنوع، ومن بعد هاد الفترة بدات تتبان الثمار ديالها في علاقات مع الهند، في علاقات مع روسيا، في علاقات مع الصين، في البرازيل. هاد التنوع كبير اللي كتشوفوه في أمريكا اللاتينية وفي آسيا
وفي خصوص هاد آسيا اللي فيها فيها العمالقة. آسيا ما تنساش ملي كتقول الهند وروسيا والصين وفي الجهة أمريكا اللاتينية البرازيل، فأنت كتعامل مع مجموعة بريكس. هذه هي مجموعة البريكس، هاد هما القوى اللي تيكونوا البريكس. وبالتالي المغرب مشى في إطار هاد التنوع، والملك مشى في زيارات هاد الدول كلهم، زاروا من الملك كاين اللي زارها جوج مرات وكاين اللي زارها مرة واحدة، وفيها تفاعلات شراكات واتفاقيات اللي هي كتشتغل اليوم بشكل جيد. ويكفي نقولوا مثلا بأن روسيا والصين اللي كانت عندهم علاقة وطيدة سياسية مع الجارة ديالنا، فاليوم تياخذوا العصا من الوسط بين المغرب والجزائر، وهذا في حد ذاته مكسب للمغرب. وشفنا كيفاش المغرب دبر لواحد المراحل الحرجة اللي كانت عرفها الشرق الأوسط بيناتهم، وكيفاش المغرب قدر يحافظ على العلاقة ديالو مع قطر في نفس الوقت مع الإمارات والسعودية، وكان يعني مد يد العون لقطر في مراحل معينة. بالنسبة لك سي سمير، كيفاش المغرب تمكن من إقامة علاقات اقتصادية قوية مع دول متنوعة مثل الولايات المتحدة، هضرتي على الصين وعلى وحتى الدول الإفريقية. أنا كيفاش دار هاد العلاقات مع الصين ودول إفريقية والولايات المتحدة في نفس الوقت؟ في نفس الوقت أنا هنا تنستحضر الخطاب الملكي ديال سنة 2016 أبريل 2016 في الرياض. هنا كان المؤتمر ديال مجلس التعاون الخليجي اللي كانوا استدعوا المغرب كضيف شرف، وكانوا اقترحوا عليه يولي عضو في مجلس التعاون الخليجي. المغرب بلباقة كبيرة قال لي مودي أنا بلد إفريقي، أفضل أن أبقى في محيط الإفريقي، وانتما كترتبطنا معكم علاقات أخوية نخليوها في هذا الإطار. وكان في هذاك المؤتمر حضر فيه الرئيس الأمريكي أوباما، الرئيس الأمريكي أوباما قبل الانتخابات الأمريكية في أبريل، 6 شهور قبل الانتخابات. وكان الخطاب الملكي قوي جدا، وتحدثت عليه في هذا الكتاب بشكل كبير، لأنه أرسمت السياسة الدولية وكان فيه واحد استباقية، وقال فيه بأن على العالم الخارجي والقوى العظمى أن تعرف بأن الدول لها سيادة، ويجب احترام سيادتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية التي تمليها عليها مصالحها ومصالح شعوبها فقط لا غير. وهذا كانت رسالة قوية وجرأة، لأن ما كانش هو خطاب موجه للمؤتمر، لأنه كان خطاب موجه للعالم بأسره. وأنا دائما أعتبره هو الخطاب المرجعي لتحديد السياسة الدولية للمغرب. وبالتالي المغرب راسم خطة وسياسة خارجية اللي تحترمها الشركاء دياله، لأن تحترموا النظام المغربي على استقراره وأنه نموذج في المنطقة. المغرب طبيعة حال ماشي جنة، لأن المغرب كبلد نامي عنده الإكراهات ديالو كالعديد من الدول، ولكن من ناحية السياسية كاين استقرار. هذا الاستقرار يعتبر نموذج في المنطقة، وبالتالي المغرب رسم الحدود ديالو وتفهموها الشركاء كلهم، بما فيه الشريك التاريخي اللي هو فرنسا، لأنه ربما في السنوات الأولى كان وقع له شوية ديال مفاجأة أو صدمة، ولكن تأقلم معها وتقبلها حتى أن إسبانيا صبحت هي الشريك التجاري الأول. أنها هذه أكثر من 10 سنين دابا باش تجاوزت فرنسا، وإن كانت فرنسا تبقى هي المستثمر الأول، ولكن من ناحية الشريك التجاري في المبادلات الصادرات والواردات تتبقى إسبانيا متجاوزة فرنسا، ولكن عندنا علاقات كبيرة مثلا من خلال لوسيبي في الواردات في الصادرات الفوسفات، وخصوصا الأسمدة، مع عملاقين كبيرين هما البرازيل والهند. البرازيل والهند متوقفان بشكل كبير على الصادرات المغربية من هذه المواد، وتيحترموا المغرب بزاف من خلال هذه العلاقات التجارية اللي كاينه، اللي امتدت لقطاعات اخرى من غير هذه، كانت بحال قنطره واللي معاهم بحال البرازيل حنا نستوردوا من عندهم طائرات، والهند تستوردوا من عندهم
تطبيقات تكنولوجية. بالتالي من خلال هذا الفوسفات طورنا علاقات أخرى. إطار علاقات وين رابح. علاقات رابح هي باش المغرب توجه لإفريقيا، واليوم يعد ورقة رابحة في إفريقيا المغرب. بيسكو هدرتي على إفريقيا، فكنعرج بك على السياسة الخارجية التي اعتبرتها في الكتاب مبتكرة، وهدرتي كيفاش أن المغرب دار علاقات ودائما في إطار الملف الأول ديالنا والقضية الكبرى ديالنا اللي هي الصحراء المغربية. بالنسبة لك كيف استقبل المجتمع الدولي من في إطار العلاقات الجيوستراتيجية مخطط الحكم الذاتي المقترح للصحراء، واللي كنعرفوا أن كاين طفرة نوعية؟ بالنسبة لك كيفاش هذا الميكانيزم باش وصلنا نحن نعم باقي خص أمور يتحقق، ولكن كيفاش وصلنا بعد هذا المرحلة؟ لا قبل من هذه المرحلة كان هذا الملف مثلا في سنة 1999 عند حلول جلوس الملك محمد السادس على العرش، كان الوضع فيه شبه جمود ديال هذا الملف، كان فيه جمود سنوات، جمود سياسي وإعلامي. المغرب له رأي وخصوم لهم رأي آخر، وكل واحد متشبث برأيه، وما كاينش حلول بديلة في الأفق. وبالتالي المغرب 8 سنوات تم الاشتغال فيها على هذه الحلول. سنة 2007 تم الإعلان عن مقترح الحكم الذاتي، وهو اللي اعتبر في حين جاء كمتنفس للمجتمع الدولي. حد عدد كبير من الدول جاءهم كمتنفس، لأن كان كنا في وضعية بلوكاج، وما قدش في إطار الأمم المتحدة ما كاين حتى شي تقدم، ما ممكن توتر في المنطقة. فجاء هذا المقترح كمتنفس لينزع أولا فتيل التوتر في إطار المرونة السياسية، وهبط المخاطر ديال المواجهة العسكرية، ومشات مع دول كبيرة منها فرنسا مثلا. فرنسا كان من سنة 2007 وتعتبر أنها المدافع الأول على هذا المقترح في مجلس الأمن اللي عضو فيه من بين 5 دول، وتدريجيا تقتنع به الدول وتتبنى دول، ومنها دول عظمى. وحنا تنذكروا أن الولايات المتحدة الأمريكية في 2020 فاعترفت ماشي غير بالحكم الذاتي، اعترفت بمغربية الصحراء. جاء من بعد كذلك الموقف ديال إسبانيا اللي موقف كبير وجد متقدم، وتبعات ألمانيا، وهذه كلها قوى عظمى. والمغرب في موقف قوة في هذا الملف هذا، لأن وخاصة في إفريقيا، لأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي خدمات هذه القضية بشكل كبير. ولكن هذيك العودة راه كان فيها واحد المجهود خارق جدا، واحد العمل ديال 15 سنة اللي ما كانش سهل. هذا هو السؤال، بيسكو هضرتي على العلاقات في المواقف ديال الدول الأوروبية تجاه الصحراء المغربية، وأيضا ما خصناش ننساو بأن في واحد المحيط الإفريقي خص أيضا يكونوا اعترافات، لأننا احنا في إفريقيا والصحراء ديالنا هي في إفريقيا. فكيف نجح المغرب يعني بالنسبة لك في تعزيز علاقاته مع البلدان الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب جنوب؟ هذا كان هو عنوان حكم الملك محمد السادس بعد اعتلائه عرش المغرب، لأنه في سنة 1900 تم خلق واحد القطيعة مع السياسة المغربية في إفريقيا. من قبل كانت العلاقة المغربية مع البلدان الإفريقية كانت سياسية محضة، كتعرف بالصحراء كنتعامل معك، ما كتعرفش الصحراء ما تنتعاملش معك. من بعد سنة 2000 تم الفصل ما بين الشقين، الشق السياسي والشق الاقتصادي، وتم تغليب الشق الاقتصادي. لأن وهذا كان في واحد الذكاء كبير، لأن الإكراهات وتحديات القارة الإفريقية كانت كبيرة، وكانت القارة الإفريقية في هذاك الوقت بالذات فيها واحد التحولات كبيرة، أنه جيل الحكام ديال الدول دا كيتغير، دا كيمشي الجيل القديم الذي عايش الاستعمار وجاء بعد الاستقلال وعاش الحرب الباردة، وكاين اللي فيهم مازال متشبث بالفكر الشيوعي والفكر الماركسي. فبدات كتغير أنظمة وتيجي جيل جديد من الحكام اللي الهاجس ديالهم اقتصادي. وأنا مثلا في خلال الزيارات في إثيوبيا
كنبقى لي مسؤول اثيوبي واثيوبيا معترفه بالبوليزاريو والمرخصون ديالنا ولكن كيشتغلوا مع المغرب بشكل مكثف من الناحيه الاقتصاديه. فقال لي انا اللي تهمني كمسؤول شنو غادي نعطي الشباب ديالي كتشغيل باش غنعطي المواطنين ديالي من خلال الامن الغذائي اللي هو الهاجس ديالي الامن الغذائي. اما الشعارات والايديولوجيا قال لي فماتت مع الاجيال السابقه وبالتالي هذه كانت فيها واحد الذكاء كبير. والمغرب بدا كيقوي العلاقات ديالو مع الدول اللي كانت تاريخيه مع الفكر الانفصالي ولكن تعاملنا الاقتصادي معها والجديه اللي تعامل بها المغرب وفي إطار رابح رابح والمكاسب اللي حقوها جعلتهم يغيروا مواقف وعدد كبير منهم يا إما جمد الاعتراف يا إما سحبوا بصفة نهائية يا إما دار قنصلية ديالو في والمغرب اليوم بفضل هذه السياسة ففي إفريقيا اللي فيها 54 دولة 42 دولة مع المغرب 100% وهذه 42% هي اللي كانت في 30 يناير 2017 واقفة بجنب المغرب حتى استرجع العضوية ديالو في الاتحاد الإفريقي ودخل الملك محمد السادس لقاعة مونسي المانديلا في أديس أبابا بواحد نقوله في واحد الموقع قوة ولقى داك الخطاب التاريخي اللي رجع المغرب الهيبة ديالو المكانة ديالو في إفريقيا. وأنا أعتقد هذه سياسة حكيمة جدا لأن فيها ذكاء اقتصادي كبير فيها ذكاء وفيها استباق واستراتيجي. أنا باش نعطيك مثلا واحد المثال إثيوبيا اللي كانت من الخصوم بالمغرب فباش ربطوا معها علاقة تجارية ماشي سهل لما كانت معنا مع حتى شي علاقة. المغرب في إطار الاستباق عمل دراسة الحاجيات ديال هذه الدولة وتبين بأن الأمن الغذائي هو الهاجس لأن الدولة فيها 120 مليون ديال السكان وتيصدروا الفوسفات باش ممكن يخلقوا منه يستعملوه في الفلاحة وتكلفوا ما تشوف من العملة الصعبة كتير. فوفد مغربي اللي مشى أول مرة واقتارع اليوم أجي ونديروا واحد المصنع للأسمدة هنا عندكم انتم تربحوا احنا نربحوا نديروا 50% 50% حكم ان المغرب من عنده الخبره بزاف في هذا المجال عنده الخبره وعنده المواد الاوليه والكفاءات والمواد الاوليه عندهم هما عندهم الغاز لان عندهم الغاز والبوتاس وحنا كان عندنا الفوسفات اللي التركيبه الثلاثيه كتعطيك الاسمده فوقع اليوم واحد الحاله ذهول وانشراح الجانب الاثيوبي وكيف ما كيقولوا العلاقه تغيرت 100% وصبحت عندنا علاقة جيدة مع الدولة وهذا النموذج راه تم استنساخه على العديد من الدول في إفريقيا. ممتاز. دابا حنا كنهضروا على الإنجازات وكاين إنجاز كبير اللي ما يمكنش ما نهضروش عليه هو التنظيم ديال كأس العالم إن شاء الله في 2030 واللي مع مشترك مع الجارات ديالنا الشمالية. فبالنسبة لك شنو هي التدابير المحددة المخطط لها لضمان نجاح الاستضافة المشتركة لكأس العالم؟ النجاح هو متعدد الأبعاد لأن أولا وهذه ما تستحقش كاع الإنسان يتوقف عليها لأن ضرورة ملحة هي التوفر على البنى التحتية الضرورية اللي هضرنا عليها وهذه كاينة في دفتر التحملات اللي كتلتزم بها مع الفيفا لأنه الفيفا كتراقبك بشكل دوري. إذا أنا ما عنديش تخوف من ناحية دي البنى التحتية لأنها غادة تكون جاهزة والمغرب في المواعيد الكبرى تكون دائما في الموعد وممكن يكون حتى قبل من الموعد. اللي تيخصنا نشتغلوا عليه أكثر هو الجانب الإنساني والبشري لأن خص هذا الموعد تكون فيه مشاركة ديال المغاربة كلهم لأن هذا حدث يهم المغاربة كلهم. ما خش المواطن العادي يفكر بأنه هذا التنظيم راه لا يهم إلا الحكومة ولا السلطات الرسمية لا هو حدث ديال البلد بمواطنيه أولا ولأنه غيحدث واحد نقلة نوعية في البلد وكل شيء خصو يشارك فيها لأن في المحصلة كل شيء غيستافد لأن ما بعد كأس العالم غادي نستافدوا من واحد البنى تحتية كبيرة وغادي تبقى عندنا دائما مثلا تنقولوا قطار فائق الصراغي يوصل لأكادير راه ماشي غير سالي كأس العالم غنسدوه غادي نستافدوا منه دائما ومن غير البنى التحتية غادي نكونوا اشتغلنا
على ما هو أساسي اللي هو في التربية والتكوين على أساس أن الجيل اللي عنده اليوم واحد ما بين 12 و15 سنة عرف من غادي غيكون شاب في 2030 تكون عنده 20 سنة، فهذا هو رجل الغد. خصنا اليوم نبداو نشتغلوا على هذا الشيء، وهذا باش تكون المشاركة فعالة، واللي كل شيء غيكون يحس براسه بأن الحدث راه ديالو هو الشخصي وينخرط فيه. الإسباني راه كانت في شكل قبل كأس العالم في الثمانينات، وكيفاش ولات مور كأس العالم هذيك هي اللي كانت الطفرة النوعية ديالها باش دخلت في مصاف. أما الإسباني اللي الإسبانيول في هذيك الوقت كانوا كيجيو يخدموا في المزارع ديالنا في المغرب. كان واحد الحادث آخر اللي ساهم فيه هو أنه كانوا انضموا في الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة، وكان هذا توا ساعد مشكل كبير. نستغلوا هذاك الظرفية ونتمنوا حنايا نكونوا في. بالنسبة لك كاين نموذج دابا، حيت حنا دابا أنا وصلت معك لأن هضرنا على الكتاب، الجوانب اللي هضر عليها واللي رصدها واللي قيمها واللي أعطى أرقام مهمة جدا. دابا بغيت باقي لي جوج أسئلة، حيت أنا عارفة الوقت ديالك ما كيسمحش. نكونوا في إطار شوية ديال الاقتراحات. كيف يتم بالنسبة لك هيكلة نموذج التنمية الجديد لضمان النمو الشامل والمستدام لجميع المغاربة؟ بالنسبة لك كيفاش يتم؟ شوف أنا الجواب ديال هذا السؤال هو سؤال عريض، والجواب ديالو كاين في النموذج التنموي الجديد اللي تم طرحه، اللي جاء بمبادرة من الملك محمد السادس، واشتغلت عليه واحد اللجنة موسعة وحطت التوصيات ديالو. وانا قريت هذاك واللي مهم جدا هذيك التوصيات، انا تنعتبرها تورية ولكن خصها تتفعل. بحالاش؟ ما غاديش شوف، ما غاديش نجيبوا شي حلول جديدة، كل شيء كاين في هذاك النموذج التنموي الجديد. بحالاش ناخذ لك مثلا التربية والتعليم، هذوك التوصيات اللي فيه توصيات رائدة نطبقوهم. بالنسبة للحرية العامة والعمل السياسي، في شيء أمور مهمة جدا باش نرجعوا المبادرة للأحزاب السياسية، وهي المبادرة اللي افتقدتها الأحزاب السياسية اليوم، اللي ما بقات السياسة عندها معنى. وهذه المسألة ديال ما بقات السياسة عندها معنى، أنا بالنسبة لي تشكل خطورة على تلاحم الجبهة الداخلية. ما كاينش اللي ممكن يضمن استقرار البلد قد تلاحم الجبهة الداخلية. وبالتالي أنا أعتقد جميع الحلول كلها كاينة في النموذج التنموي الجديد، اللي بصدد هذا السؤال ديالك احنا نشتغلوا في المركز أوميغا على كيفية التنزيل. كنشتغلوا على أنه وصلنا لنصف ولايات هذه الحكومة، وبغينا وتنشتغلوا على الأمور أشنو هذه الحكومة حققت في هذاك النموذج التنموي الجديد، وشنو اللي ما حققتش، شنو دار. راه ان خارطه الطريق هي النموذج التنموي الجديد، شنو اللي دارت هذه الحكومه وشنو ما درتش، هادشي تنشتغلوا عليه ويكون اصدار مقبل ان شاء الله، قريب ان شاء الله. بالنسبه لك دابا بغينا نختموا بهذا السؤال، شنو هي الاولويات سي سمير على صعيد السياسه الخارجيه والعلاقات الدوليه خلال العقود المقبله؟ الاولويات بالنسبه لك؟ لا، الاولويات انا بالنسبه لي قضيه الصحراء، فهي واخذة المسار العادي ديالها في إطار مجلس الأمن، وأنا ما عندي عليها حتى شي تخوف، تنعتقد بأن الأمور ستسير من أحسن إلى أحسن. اللي تنعتقد أن في هذا المجال ديال العلاقة الدولية ما نحصروهاش كلها في قضية الصحراء، خصنا نفتحوا على دول أخرى ونفتحوا على آفاق أخرى. مثلاً ملي كتهضر على الدول الأخرى جنوب إفريقيا مثلاً، وعلاش لا جنوب إفريقيا؟ كتبان لك ممكنة؟ ممكنة، لأنه مثلاً هذاك الحزب الحاكم اللي كان عنده واحد فكر انفصالي راه تيتبدل، وها هو اليوم إلى كان مثلاً في انتخابات راه ما حصلش على أغلبية مع أحزاب أخرى، راه ما غاداش تمشي معاه في نفس التوجهات. فممكن غدا ما يبقاش هو ويجي واحد اخر، ولكن حنا تيخصنا دائما نكونوا نستمروا في العمل الاستباقي اللي تيكون، كما يجب مثلا تكون عندنا واحد العلاقات مع بعض الدول اللي تنعتبروها بحال بعيد علينا، ولكن هي راها حتى هي مثلا دول سكندنافيا. انا كنت مثلا في السويد ملي كانت الازمه ما بين المغرب والسويد، ممكن غياب تام ديال المغرب السويد، ما تعرفوش لا يعرفون شيء عن قضية الصحراء، ما تعرفوش شنو دار في المغرب كبلد نامي
تعرفوش طبيعة النظام السياسي في المغرب، اللي كاينين تما بعض التنظيمات الانفصالية اللي كاينة تما وجالسة تما كاينة في إطار خلايا نائمة، لا في إطار خلايا نائمة ولا في إطار دوك اللاجئين. شنو نقدروا نستافدوا مثلا من العلاقة مع، أنا عارفة بأن الدول الاسكندنافية متقدمة جدا فيما يتعلق بالتربية والتعليم، هي رائدة لدرجة أنهم الناس كيصنفون بأكثر الناس سعادة في العالم. سنعرفوا علاش ونحاولوا نستافدوا. بالنسبة لك شنو هي الآفاق اللي يقدروا نفتحوا مع هاد الدول؟ لأن بالنسبة لي هاد الدول أولا نمشيو خطوة خطوة. أولا تطبيع العلاقات السياسية معهم، لأنهم مهمين في الاتحاد الأوروبي وعندهم كلمة وناس راقيين ومنفتحين. أنا مثلاً كنت شفت واحد العدد من وسائل الإعلام، وكنت ديت معايا واحد الكتاب كنا نتجناه في إطار التجربة الصحفية اللي كنت فيها. حاول ديك ساعات كنت مرات واحد 15 ولا 16 سنة لحكم محمد السادس، وكنا نتعملنا ما تم إنجازه، وكنت ديته معايا واستغربوه وما قال لك أنا ما تنعرفوش هذا الشيء. وما عمر جاءتنا شي مسؤول وتحدث معنا، وحنا منفاتحين وجي ويديروا الندوات ويديروا هذا الشيء. وتكلمت مع قضية الصحراء، وهما بالنسبة لهم قضية الصحراء بدأت في 1975 لهنا، فشرحت لهم قلت لهم هذه القضية ممكن ترجع فيها حتى قرنين 200 ولا 250 سنة، لبغيت ترجع للجذور ديالها وتعرف أنها مرتبطة بالمغرب والمملكة المغربية والسلاطين المغاربة. في إطار النقاش لقيتهم بأن الناس منفتحين جدا وباغين غير يسمعوا اللي غيعطيهم رأي آخر، تكون في المستندات، تكون في وثائق، تكون في هذه. وبالتالي خصنا نديروا خطوه اخرى، حنا خصنا نديروا هذه الخطوه تجاه هذوك الناس. حنا محتاجين اننا نعرفوا بالقضيه الاولى ديالنا تجاه هذ الناس ويعرفونا، وممكن حتى نطوروا معهم بعض الامور الاقتصاديه اللي بالنسبه لينا هذو ناس ممكن يكونوا فرصه اقتصاديه اللي ما بتمنش بها الان. سي سمير، ما عرفتش واش نعطيك الكلمه الاخيره فيها توصيات ولا كلمه اخيره ولا شنو باقي، يمكن شي سؤال ما طرحتوش كنتي باغيني نطرحه. ممكن كنتي غتسوليني علاش ما طرقناش مثلا الشق السياسي في هذا الكتاب. لسبب بسيط، انه المقاربه اللي خدمنا بها مقاربه اكاديميه تعتمد على الارقام. والارقام تتحرك. قلتي لي قبيله في الكواليس قلتي لي الرمال متحركه. السياسه هي عباره عن رمال متحركه، والارقام كذلك متحركه. في الاقتصاد كيسهل عليك هذه المقاربه، ان مثلا تقول في 1999 كان الناتج الداخلي الخام 42 مليار دولار، وفي 2023 140 مليار دولار. فهذه المقاربه ما كايناش في السياسه. السياسه تعتمد كثيرا على الحكي وعلى السيروره، ولا احنا شويه بعاد على هذه المقاربه في اطار المنهجيه الاكاديميه اللي تنشتغلوا بها. وتقدر انك تفكروا في تقييم سياسي الاحزاب السياسيه ممكن؟ ماشي في الظرف الراهن، مستقبلا حتى شي حاجه ما مستحيله. شكرا سي سمير، نشكركم على تلبيه الدعوه. شكرا لكم. نذكركم باننا في اطار ملف خاص ديال 25 سنه لاعتلاء صاحب الجلاله الملك، وان كنستقبلوا شخصيات في اطار اللي غادي تحدثنا على الشق القانوني اجتماعي حقوقي واقتصادي. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، نستودعكم الله.